1989 اكتفاء ذاتي كامل، حتى غيرت السياسه ديالها وتوجهت نحو السياحه. دائما في صداره الاولويات ديال بلادنا على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي بالنظر لارتباطها بالعمليه التنمويه بشكل كبير. كانوا جوج مؤشرات مهمين في السنوات القليله الماضيه، اولا النموذج التنموي اللي اعطى واحد المكانه مهمه لوضعيه الماء، وكذلك خطاب جلاله الملك بمناسبه افتتاح البرلمان اللي اكد على انه موضوع الماء هو موضوع اساسي ومحدد في الاستراتيجيه ديال بلادنا. لذلك بلادنا مدعوه باش يعني تمشي بواحد القوه اكثر في الاستراتيجيات اللي استراجات الملك، ولكن في نفس الوقت حنا مدعوين على انه كل واحد كما قال جلاله الملك كلنا معنيون بازمه الماء، يعني كل طرف من الاطراف يساهم بشكل مباشر في هذا الديناميك. واعتقد على انه مؤشر مهم على انه جمعيه البونات يعني تتبنى هذا الملف ك يعني اول يعني واحد الخطوه اوليه من طرف المجتمع المدني. ويعني الخبر اللي عندي هو ان هناك يعني التزام باش ديناميه تدبير ملف الماء على مستوى المجتمع المدني تطور يعني المستويات المؤسساتيه مهمه اللي تخليه لانه المجتمع المدني يكون اقوى في تعامله مع ملف الماء، خاصه على مستوى الرصد ومستوى التحسيس اللي تعتقد على انه مدخل اساسي لحل اشكاليات الماء.